مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتواجد أمام مركب بن جلون الخاص بفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي الآن اللي كيتواجد بالديار التونسية في آخر حصة قبل المقابلة اللي غادا تجرى يوم غد أمام ترجي التونسي. كما يعلم الجميع وبالأخص الجماهير الودادية، ففريق الوداد البيضاوي قدر أنه يفوز في أولى أو في مقابلة الذهاب هنا بمدينة الدار البيضاء بهدف لصفر، وكان بالإمكان أحسن مما كان أن الفريق الوداد يسجل أكثر من هدف، ولكن هذه النتيجة النهائية هدف لصفر أمام فريق قوي، فريق عنده تاريخ وعنده جماهير كبيرة. كنتكلموا على الترجي التونسي، هناك حسابات وهناك شنآن ما بين الجماهير التونسية والمغربية، هناك أخبار كانت كتروج بقوة أحسن الإعلام التونسي الدولة بأن الحافلة ديال فريق الترجي التونسي تعرضات للرشق بالحجرة، وكذلك حتى الجماهير التونسية اللي كتواجد بتونس أمام الفندق اللي كيتواجدوا فيه اللاعبين الوداديين تقريبا من 20 حتى 30 فرد مغربي مشجع لفريق الوداد البيضاوي، كيف قلت يتواجدوا أمام الفندق. والحمد لله بأن تم تدخل من طرف رجال الأمن التونسيين، لأن كان من المخطط أن بعض الجماهير ديال الترجي التونسي تعتدي على الجماهير الودادية اللي كتواجد أمام الفندق. المراسلين ديالنا كاينين كذلك في الديار التونسية خبرونا بالوقع، العدد ماشي كبير، قلت ما بين 20 30 شخص جاوا باش يدعموا اللاعبين. هذا ماشي هو الأهم، الأهم هو مقابلة يوم الغد. هناك اخبار كتقول بان المطيع غادي يكون غائب على مقابله يوم الغد. المطيع حارس رسمي استدعى وليد الركراكي للمنتخب الوطني، يؤدي جيدا في المقابلات، يعول عليه. التشكيله ديال فريق الوداد البيضاوي للعبات الشوط الاول والشوط الثاني والبدلاء، شنو كتبان لكم التشكيله اللي قدر فريق الوداد البيضاوي انه يدخل بها من اولى الدقائق ويقدر انه يحافظ على النتيجه ديال الذهاب لهدف لصفر اي هدف التقدم؟ بغينا التشكيله من عندكم، شكون اللي كيبان لكم اصلح يدخل؟ لان هناك من يقول بان خاص يدخل الشرقي البحري من الاول، لانه يساعد الهجوم وكذلك كيساند الدفاع، الدور ديالو كيف وكيف يوصف في مسيره مع المنتخب الوطني. كاين اللي كيقول بان خاص يدخل بسامبو ويدخل بالشرقي البحري، كاين اللي كيقول بان اللاعب الجزائري او اللاعب الجزائري الظهير الايسر خاص يدخل مكان عطيه الله. هناك اللي كيفضل هذه التشكيله، وكاين اللي كيفضل التشكيله الاخرى. اللي كاين هو ان المدرب عارف اللاعب اللي عنده، عارف الخطه اللي غادي يدخل بها. انا كنتمنى ان فريق الوداد البيضاوي يوم غد ما يلعبش فقط على التعادل، ما يرجعش اللور، يلعب الكره مع فريق الترجي التونسي، واكيد انا ذاك غادي يحرج اللاعبين التونسي، لانهم صحيح بان عندهم بنيه جسمانيه قويه ولكن راه ثقال. اللي شاهدوا المقابله ديال الذهاب هنا في مدينه الدار البيضاء، اللاعبين ديال الترجي التونسي لاعبين ثقال، وبالاخص اللاعبين ديال وسط الميدان، اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي بهذه الكلمه حريفيه، هناك لاعبين تعول عليهم. كنتكلموا على الانتدابات اللي قام بها فريق الوداد البيضاوي، انتدابات ناجحه وانجح انتداب، واللي هو هديه من فريق الرجاء البيضاوي للاعب حركاس. لاعب حركاس اللي يعتبر مكسب حقيقي لفريق الوداد البيضاوي، لان لاعب رزين، لاعب بالعقل ديالو، لاعب كيعرف اشنو كيدير. فيوم غد هي مقابله ديال التاهل ولا شيء غير التاهل. هناك حسابات سابقه مع فريق الترجي التونسي بسبب الظلم اللي تعرض ليه فريق الوداد البيضاوي وضيع لقب هناك في تونس للمره الثانيه في نهائي عصبه الابطال. فريق الوداد البيضاوي كيضيع عليه لقب ضد هذا الفريق. دائما الشبهات ودائما القيل والقال ودائما الاشكال ديال التحكيم. صحيح ان الامور تبدلت عما كان عليه، لان كان عندهم رئيس للجامعه كان متحكم كذلك في دهاليز كره القدم الافريقيه ايام عيسى حياته، ولكن الان الامور تقلبات. غدا جميع المغاربه خاصهم يدعموا فريق الوداد البيضاوي لانه يمثل المغرب. فريق عنده تشكيله رزينه، تشكيله محترمه، لاعبين كاديو
دائما كيلعبوا على الالقاب. هذه هي الفتره الزاهيه لفريق الوداد البيضاوي عبر التاريخ ديال فريق الوداد البيضاوي. هذه 10 سنوات او 8 سنوات من تقلد سعيد الناصري رئاسه الفريق، الامور تقلبات راسا على عقب. يعتبر احسن فريق مغربي وكذلك يعتبر احسن فريق في افريقيا، لان كنتكلموا على 8 مرات اللي كيوصل للنصف النهائي، وكذلك وصل في العديد من المرات، يعني عنده جوج الالقاب افريقيه في 8 سنوات. ضاع ليه لقب اخر او لقبين، ضاعوا ليه ضد فريق ترجي والاخر ضد فريق الاهلي المصري. اذا كل ما ضاعوش هاد الالقاب كنا غنتكلموا على فريق اللي حرز 4 عصاب افريقيه في ظرف 8 سنوات. زيد على ذلك كاين النصف النهائي، فريق يحترم، فريق كيعرف شنو كيدير من خلال الانتدابات. حتى الاجانب اللي كيستقدمهم فريق الوداد البيضاوي دائما ما كيكونوا هما الهدافين ديال البطوله الوطنيه. هذه خاصهم ياخذوها الفرق الاخرى عبره وتجربه، يعرفوا كيفاش يجلبوا لاعبين اللي كيستافدوا منهم ماديا ورياديا. اغلبيه الافارقه جنوب الصحراء محترفين، فريق الوداد البيضاوي لاعبين محترمين مستوى عالي. فنتكلموا غير على سامبو اللي كيتلقى انتقادات من الجماهير الوداديه، نذكرهم بانه هو هداف الدوري الوطني لهذا او للموسم الماضي. هنا في كتعرفوا الفرق في التسيير، هناك من الفرق اللي كتجيب لاعب بواحد الثمن كبير وفي الاخير اللاعب ما كيقدمش الاضافه، كيتم الاستغناء عليه اما بفسخ العقد حبيا، كياخذ واحد القدر المالي وكيمشي، والفريق كيضيع في انتداب وكيضيع كذلك في النتائج. هنا في كنقولوا بان الكشافه والاعين ديال السماسره اللي كيشتغلوا معاهم فريق الودادي، فالوداد البيضاوي فدائما ما كيجلبوا لهم لاعبين في المستوى الرفيع اللي كيساعدوا الفريق ماديا من بعد الاحتراف ديالهم وكذلك رياديا من خلال احراز الالقاب. هذه السنه انتظروا فريق الوداد البيضاوي، انا كنتمنى يوم غد ان يكون تاهل لفريق الوداد للمقابله النهائيه. فريق اللي اصبح كيعرف كيفاش يفوز خارج الميدان وداخل الميدان، ما بقاش عنده الضغط لان ولف النهائيات ولف الالقاب. اذا يوم غد مقابله قويه جدا غدا تكون هناك في تونس امام فريق قوي، فريق بلاعبين صغار ولكن بلاعبين يعني في المستوى الرفيع. ترجي كتبقى هي ترجي، يمشي مدرب يمشي رئيس يجيبوا لاعبين، دائما ترجي كيبقاو فريق محترم في افريقيا عنده تاريخ ديالو. يوم غد انتظروا بان غادي تكون مقابله قويه وقويه جدا، غادي تكون بحضور جماهيري كبير اللي غادي يضغط. كنتمنى ان اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي يبقاو مركزين، ما يلعبوش على الهدف المسجل في مركب محمد خميس، يلعبوا الكره وانا ذاك كل واحد والحظ ديالو. الى تقصاو شاءت الاقدار، الى فازوا هذاك الشيء اللي بغينا، نوصلوا النهائي ونحرزوا اللقب. هذه كتبقى فقط مقابله كره القدم فيها تعادل وهزيمه وفوز. فكنتمنى التوفيق ان شاء الله للاعبين ولفريق الوداد البيضاوي، ونتمنى ان ما يكونش امل شغب، ونتمنى المقابله تجرى في روح رياديه ما بين اللاعبين. اللي فاز الله يسهل الامور، حنا كنتمناو فريق الوداد وهما كيتمناو الترجي، وهذه هي كره القدم.